شوكا ايت باغا، بغيت نعاود لكم واحد القصه على حساب خوتي. كان خويا واحد الليله كان جاي من الخدمه ديالو، وتلقاو ليه واحد الجوج بغاو يكريسيه. واحد فيهم عيط ليه، واحد ضربو. مني ضربو جا للدار، هادوك هربو. من بعد جا للدار شاد الضربه في وجهه، مشينا عند الجندارم ديك رانينا. من بعد ديناه منيت معنا الجندارم حتى خيطوا ليه في بيكرا وجناه. ومن بعد داك السيد وقع المشكل بالاربع نهار الخميس صباح، داك السيد ميت. ومن بعد جاو هذاك اللي كريسه هو صباح ميت، وفي نفس الوقت جاو داو خوتي مع ديك العشيه داوهم بجوج. من بعد الحديث هذاك الشيء اللي وقع، المهم دازو خوتي داروا يعني الخبره، داروا كل شيء يعني، وخرجوا خداو البراءه. ما تشدوش بزاف، واحد غير شهرين. ومن بعد الاخر خرج واحد دوز شهرين في التحقيق وخرج، والاخر حتى هو دوز غير شي مده قليله حتى خدا البراءه وخرج. خداو البراءه نيت بجوجهم، خداو البراءه الاولى، خداو البراءه الثانيه. خداوها في الاستئناف، وخداو يعني جوج براءات اللي عندهم. من بعد عاود ثاني داك النقد والابرام حكم عليهم. دابا المشكل 10 سنين باش وقع المشكل، 10 سنين هادي. ومن بعد عاوتاني داك النقد والابرام، يعني 10 سنين خارجين خدامين كيدوروا، ما كاين حتى شي حاجه. يعني حتى مؤخرا دابا جاو عندي الجندام قالوا لي ودي راه حكموا عليهم ب 20 عام، راه النقد الابرام هو اللي حكم عليهم. حنا هادشي اللي بغينا نعرفوا، بغينا نعرفوا علاش النقد الابرام حكم عليهم وهما عندهم البراءه الاولى وعندهم البراءه الثانيه وعندهم الخبره، عندهم كل شيء. هادشي علاش دابا هادشي اللي بغينا نعرفوا. ماشي هما اللي قاتلين، واصلا كيسولوا عليهم كاع الناس، كامل كلشي عارفين يعني راه بالخدمه ديالهم. الاخر عنده الطوموبيل خدام بها، الاخر عنده الطوموبيل خدام بها. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. دابا هما ما مشدودينش، ولكن هما دابا خدامين. والبارح جا عندي الجندرم كيقلبوا عليهم. فاش قلت لهم قال لي ربنا يعطيهم واحد السيد، قلت لي ديالاش؟ قال لك اودي داك اللي قاتل ما لقيناش، ورجعوا ليهم هما. ايوا قال لي راه النقد الابرام حكم عليكم. يعني حتى حنا راه بغينا نعرفوا علاش النقد الابرام، علاش حكم عليهم وهما عندهم البراءه وعندهم الخبره وعندهم كل شيء. دابا هادشي اللي بغينا نعرفوا. ديك الليله شنو طرافين كانوا خوتك؟ كانوا مع الجندار مني ديك الليله، كانوا كيقلبوا عليه الجندار، وكانوا مع الجندار. ما الجندار كاع داو حتى خيطوا ليه وجنا للدار. وهما ديك الليله كيقولوا مشى لشي عرس، اصلا كان قال لك كان شي عرس، ماشي عرس، قال لك مشاو ليه، قال لك تما ضاربو. هذا اللي مات كيكريسي، كيكريسي معروف، كيكريسي معروف، عائلتو اش كيديروا با، تيبيع تيطبخ المحيه وتبيعها، هو تيكريسي راه معروف كاع هنا شنو كيدير. ايوا حنا دابا بغينا الحقيقه تبان. انا ما بغيتش خوتي يمشوا بالظلم. المهم يلا جاو كيسولوا عليهم، يلا غير البارح جاو عندي الجندار كيسولوا عليهم. دابا هما راه ما خدامين، يعني راه كاين راه النقد الابرام راه حكم عليهم، راه ما عندهم كي شنو غادي نديرو. عند مجوجين، عندي الكبير فيهم مجوج، عنده 4 الاولاد، والاخر يلاه مجوج، يلا تجوج. يعني خدامين، المهم كل واحد فاش واحد عنده الطوموبيل ديالو كيخدم فيها، الاخر كيبيع الدلاح. واشنو غايقولوا؟ قالك حنا بغينا غير الحقيقه تبان. ماشي هما اللي قاتلين، قلت لك دابا كاع تسول عليهم. ما تيكميو ما تيشربو، كيخدمو كيجيو للدار، ما كيعمروش كاع هنا، كيخدمو كيجيو غير بالليل. الليل علاش بالضبط؟ يعني علاش بالضبط هما يعني مقصودين؟ يعني ما مشاوش عند شي حد اخر، واش كان فرق عليهم خلاف ديال الليله؟ يعني هو دابا كان، دابا هو راه كان جاي للدار، هو دابا كان جاي للدار، دابا هو كان جاي للدار. عيطوا ليه، عيط ليه واحد رشيد كيصحاب واش كيعرفوا، عيطوا ليه ومشى عندهم. مني مشى عندهم قال لك مع غير وقفت عليه ضربوا بالجزوار في الوجه،
كيما وقف عليا قالك شد الضربه، هو شد الضربه وجا للدرجه يدير لها هكا. من بعد مشينا عند الجندار حتى ديك رينا. اها ديك الليله ديك رينا الغد ليه نهار الخميس كيقولوا لنا راه مات، راه مات سي اللي جلس اخويا راه مات. النداء ديالي وين احنا صراحه بان ما بغيتش خوتي يمشيو بالضم، يعني اللي قاتل كيدور وخوتي يمشيو بالضم ما قابلينش حنا هذا الحكم اصلا، هذا القبل الحكم احنا ما قابلينوش. راه بغينا الحق فاشبان اصلا ما قابلينش حنا هذا الحكم. هذا الدري كان خدام وجاي في العشيه ونادو تلقاو ليه دري عيطوا عليه ما بعد في واحد روح الدار ضربوا بجنوي هذاك هرب هذاك دي جاي شاد بيدو في حنكو شنا عجا دارمية كاين سي هودو بكرا خيطوها مشينا خيطناها جينا في حالاتنا جينا جا دارمية كيقلبوا على هذاك هما مشاو للعرس سكرانين ضربوا في العرس ضربوا هذاك قتلوه الصباح جا احنا خدام في الخميس تجاو جا دارمية تما الدراري جاو شدو الدراري هي قال لهم ما قاتلي و يا سيدي راه تقول حاجه هذاك الدراري راه والو واحد هذاك اللي ضرب ضرب هذاك مسكين اللي خرج معايا كاع ما خرج كاع من المحل هذاك الشعيب ما خرج كاع ما خرج هنا ذاك ابوه اللي مشى مشى ارمى عليه بالباط يو باينه هذاك الشيء ما مزيان محكم على الدراري حكم ليا بحكم ظلمي. هو مظلومين ولادي واحد خلى ليا 4 وليدات وواحد ثاني خلى ليا مرايا الله يلا تزوج وبالباطل.